اهلا وسهلا بكم اعزائي الطلاب، طلاب الصف التاسع في دروس جديده من دروس اللغه العربيه. في هذا الاسبوع عزيزي الطالب عليك ان تتعرف على المفعول معه وقراءه الدرس قراءه صحيحه فاهمه. المفعول معه عزيزي الطالب هو اسم مسبوق بجمله واقع بعد واو المعيه اي بمعنى مع، والجمله السابقه له تدل على حدوث شيء مصاحب للاسم الذي بعد الواو فيسمى مفعول معه، إذ يدل على شيء حدث الفعل بمصاحبته فلا قصد إلى إشراكه في حكم الفعل الواقع قبل الواو. شروط نصب المفعول معه: لنصب الاسم الواقع بعد الواو على معية ثلاثة شروط: أن يكون فضلة أي يجوز الاستغناء عنه في الجملة، فإن كان ما بعد الواو عمدة أو ركنا أساسيا في الجملة أعرب اسما معطوفا على ما قبله وتكون الواو واو عطف نحو اشترك سعيد وخليل، فيعرب اسم خليل في الجملة على أنه اسم معطوف على سعيد. أن يكون ما قبله جملة فإن سبقه مفرد أو أعرب اسما معطوفا على ما قبله نحو كل امرئ وشأنه. أن تكون الواو التي تسبقه بمعنى مع، فإن صح إبدال الواو الواقع قبل الاسم المفعول معه بكلمة مع جاز نصبه على المعية، ولا يصح نصبه إذا وقع بعد الواو التي هي واو الحال أو واو العطف. المفعول معه يكون مفرداً، تكاد تكون هذه الصورة الوحيدة للمفعول معه إذ أشار عدد كبير من النحويين إلى أنه لا يأتي إلا مفرداً، نحو سرت والقمر. المفعول معه بصيغة المضارع المنصوب وتأتي إذا وقع الواو في جواب الأمر والنهي والاستفهام والنفي والتمني والتحضيض والدعاء والعرض والشرط والجزاء، ويجب أن تفيد الواو معنى المعية. والأمثلة على هذا الموضوع كثيرة، منها أسلوب النهي في قول الشاعر أبو الأسود الدؤلي: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. أن تعطف الواو الفعل على الاسم الصريح نحو قول الشاعر ميسون: ولبس عباءة وتمرة عيني أحب لي إلي من لبس الشفوف. أيضا عزيز الطالب، القول بقوله جملة وصاحب هذا القول هو أحد النحاة القدماء الذي خالف قول النحويين باشتراط صحة وقوع المفعول معه بأن يكون مفرد وأجاز وقوعه جملة نحو جاء زيد والشمس طالعة، في حين قال النحويين أن الجملة الواقعة بعد الواو جملة حالية مؤولة بقولك مبكرا وليس جملة مفعول معه. إذا عزيز الطالب، من الأمثلة على المفعول معه: يخرج الصياد وطلوع الشمس، اتركني والكتاب، سيروا وإخوانكم متحدين. أيضا أبحرت السفينة ورصيف الماء ميناء عفوا، سهرت وضوء القمر، جئت وطالب العلم، نام الرضيع والفجر. بعد ذلك عزيز الطالب ننتقل إلى درس الرحمة بالحيوان. إن عالم الحيوان سواء ما يدب على الأرض أو يزحف على بطنه أو يطير بجناحيه أو يسبح في الماء طوائف مخلوقة مثل عالم الإنسان، خلق الله تعالى وقدر أحواله وأرزاقه وأجالها فخصها بالعناية اللازمة. وهذا النص يبرز صورا من عناية الإسلام ورحمته بالحيوان ويدعو إلى الرفق به وتجنب إيذائه. إن من صفات البشر الرحمة مع المخلوقات كافة، من أهم تلك المخلوقات الحيوانات، لأنها تعجز عن الدفاع عن نفسها ومواجهة قسوة البشر الذين قد يتعرضون لها بالأذية ويتسببون لها بالألم، وأحيانا تصل الأذية بتلك الحيوانات إلى الوفاة. يتوجب علينا حماية حيواناتنا التي نمتلكها وتوفير الحماية للحيوانات كافة والدفاع عنها حتى البرية منها. هناك العديد من صور الرفق بالحيوان التي يمكن لأي إنسان اتباعها وجعلها منهاجا لحياته، ويكون الرفق بالحيوان بواسطة حفظ النوعي وعدم التعرض لها بالقتل أو الصيد الجائز الذي قد ينهي حياة العديد من الحيوانات ويؤدي إلى انقراضها من الحياة، وفي هذا إجحاف كبير. أن الله تعالى لم يحرم ذبح بعض الحيوانات بل خلقها لحتى نأكل لحمها، ولكن ما يخرج عن الفطرة البشرية السليمة هو أن نصطاد تلك الحيوانات بطريقة همجية أو من باب التسلية فقط. إنه لا يعد ظلما فقط وإنما كارثة تؤدي إلى حدوث خلل بيئي خطير قد يؤدي إلى إحداث مشاكل متعددة ليس فقط الحيوانات والبيئة وإنما قد يمتد إذاؤها للإنسان. شاكرة لكم أعزائي الطلاب حسن استماعكم وتعاونكم.